أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وجود تهديدات جدية تستهدف حياة رئيس البلاد قيس سعيد. وذكرت المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحفي أنه جرى إحباط عملية إرهابية في تونس الليلة الماضية. كشفت الوزارة عن ورود معلومات وصفتها بالمؤكدة تثبت مخططات لاستهداف حياة الرئيس سعيد. نؤكد أنه ليلة البارحة تم إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضد التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة، وقد تم إحباطها والقبض على محاول منفذ العملية الإرهابية، وتم حجز أداة الجريمة، والأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته. هذا السياق العام للعمل الأمني والسياق العام للعمل لأبناء تونس الحريصين على حفظ أمن تونس وأمن وسلامة التراب الوطني.